رمضان لسه صغير وخبرته قليله. فانت دلوقتي رايح لنادي كمان غير جماهيري على الاطلاق، مع احترامي الكامل لنادي بيراميدز وكلهم اصحابي يعني، سواء عمر جابر ولا على انستغرام اهي قدامنا عشان بس للي ما شافهاش والناس تفهم احنا بنتكلم عن ايه. فانت كنت تقصد انه النادي الاهلي اكبر بكتير من اي مبالغ ماليه، في حاجات الأهلي مستحيل تشتريها، في حاجات ناس ماتت عشان النادي الاهلي، في ناس ماتت عشان نادي الزمالك، صح؟ هتشتريهم ازاي دول؟ مش هتعرف. مش هتعرف لو انت مين، مش هتعرف تشتريهم. فانا اللي بقوله لك ان في الاخر ان رمضان حسبته، كنت اتمنى من الناس العقله اللي حواليه عشان والله مع عشان النادي الاهلي. طب هو ما يعرفش الكلام ده؟ سيبك من الناس اللي حواليه، هو ما يعرفش ده؟ لا ما هو ممكن خبرات، لا بالك هو لا هو. بصي رمضان انا بسال، مش على فكره مش بقول يعرف، انا بسال. لا انا بقول لك هو رمضان كمان صغير في السن بالظبط، وفي المراحل والقرارات الكبيره ديت مهما كان يعني. انا في اعتقادي وعندنا امثله كتير، مش عايز اقول اسماء لعيبه، في فترات معينه وهم في سن صغير بياخدوا قرارات بعد كده بسنين طويله تيجي تساله يقول لك انا ندمت لو كنت بفكر دلوقتي. طب ما انت عندك امثله في الوقت القريب. ما بقى طب ليه ما نقولش اسامي ده حتى يعني، واحترمته جدا على ده، عصام الحضري بالظبط، واحترمته لانه طلع واتكلم بمنتهى الصراحه مزبوط. وقال كنت اتمنى ان ده يرجع ومش عملوش تاني. وفي نفس الوقت تعالى اتفرج على عقليات زي ميدو مثلا. يعني ميدو ممكن ما نبقاش اصحاب قوي او قريبين، بس ميدو كعقليه ميدو دماغه كويسه طبعا جدا جدا جدا. ميدو عمل ايه؟ عمل كل حاجه بره، عمل كل حاجه ولعب في انديه كبيره جدا بره، وجي في الاخر اتحمى في مين؟ اختار الزمالك، جمهور الزمالك. جمهور كبير وقف على ارضيه صلبه. انت يا رمضان بدري قوي، 22 سنه بيراميدز ده بيتراح وانت عندك 35 وانت عندك 36. مش قصدي والله تقليلا ولا من عبد الله ولا من عمر، كل دول اصحابي وحبايبي طبعا، بس في الاخر مش دلوقتي. ده انت لعيب كلنا كنا باصين لك هتلعب سنه، واحنا اللي بنقول لك امشي وسيب النادي الاهلي بس روح حته اوروبا، اطلع احترف خد طريقك يعني. فيمكن هم عندهم وجهه نظر ثانيه الناس اللي حواليه. وبرضه حاجه عايز اوضحها بدون دخول في في, في, في تفاصيل يعني، لان انا كنت بشكل او باخر انفولد يعني في الموضوع في الثلاث اربع ايام اللي كانوا سخنين دول. نادر شوقي وكيل اللاعب سابقا ملوش اي علاقه باللي حصل حقيقي. انا نادر اعرفه وهو فعلا ملوش الراجل علاقة ملوش اي علاقه، ونادر كان مستقتل لاخر لحظه وحتى بعد اعلان النادي الاهلي ان رمضان يفضل في النادي الاهلي. ده شهاده ربنا والله. انا يعني لان انا في الاول برضو كنت شاكك زي احد يعني، هو وكيل رمضان، لكن لا الحقيقه الراجل كان لحد اخر لحظه عايز رمضان في النادي. لا ده